أهلا بكم مجددا إلى منتدى جدة الاقتصادي 2014. يمثل بحق شعار الهيئة العامة للسياحة والآثار التي تمثل بدورها شعار المملكة العربية السعودية سيفين ونخلة، فمن الرياض إلى جدة غربا والدمام شرقا، ومن تبوك شمالا إلى جازان جنوبا، يتنقل حاملاً معه مختلف المبادرات للنهوض بالسياحة الوطنية في بلادنا والحفاظ على ما لها من تاريخ وإرث ثقافي. رحبوا معي برئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز. عنوان هذه الجلسة: السياحة كفرصة للنمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل للشباب. فمرحبا يا سمو الأمير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكركم جميعاً على الحضور، وشاكر مقدر لأخي وحقيقة الأخ الأكبر الشيخ صالح كامل على دعوة الكريمة للمشاركة اليوم، ومؤكداً أن محاور هذا المنتدى الاقتصادي المهم هي محاور مهمة وأيضاً متزامنة مع بعضها البعض. فالسياحة كقطاع اقتصادي من هذا المنظور، والبنية التحتية كقطاع مهم جداً لتطوير السياحة، وأيضاً قضية الشباب وما يتعلق بكون السياحة أيضاً موظف رئيس على مستوى العالم وأيضاً على مستوى المملكة الآن كثاني قطاع جاذب ومسعود بالنسبة للوظائف للشباب. لذلك حبيت اليوم أني أجعل من هذا التزامن في هذه المحاور الثلاثة قضية متكاملة، وعسى أن أنجح في ذلك إن شاء الله. بلا شك أشكر سمو أخي من المنطقة أمير مشعل على دعوته الكريمة أيضاً واستضافته لنا في هذا اليوم، وأهنيه بتولي هذه المسؤولية الكبيرة في هذه المنطقة الرئيسة الهامة في بلادنا ومن ناحية الاقتصادية. وبلا شك فجدة هي محور اقتصادي كبير جداً، وهي محور سياحي كبير جداً. ولذلك أنا ليست فقط توقعاتي، ولكني أؤكد مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأحب أن يذكر عني هذا اليوم مستقبلاً في الأقل من الخمس سنوات القادمة أن جدة سوف تصبح من أهم الوجهات الجاذبة على مستوى العالم بالنسبة للسياحة وبالنسبة للاقتصاد وبالنسبة للخدمات. وعندما نأخذ جدة بشكل ذات كون الملتقى باسم جدة، فجدة أيضاً مترابطة سواء ما يتعلق بالمشاريع التي تقوم في جدة الآن، المطارات الجديدة ومواضيع متعلقة بالترانزيت مستقبلاً وتحويل مطار جدة إلى مطار محوري للترانزيت، كون هناك مكسب كبير جداً في وجود الحرم الشريف ووجود البنية التحتية والإمكانيات الكبيرة في جدة، وهو ما نعمل عليها الآن حقيقة مع الطيران المدني، وأيضاً لوجود فرصة كبيرة جداً الباب الآن الذي يفتح إن شاء الله هذا الشهر سياحة ما بعد العمرة لأكثر من 65 دولة. وفي نفس الوقت ما تقوم فيه جدة الآن من مشاريع ضخمة وكبيرة ما في شك، من أهمها مطار الملك عبد العزيز الجديد ومدينة الملك عبد الله الرياضية. وسياحة الرياضة والشباب اليوم هي محور أساس بالنسبة لنا بالتضامن مع رعاية الشباب. في نفس الوقت أمانة جدة والهيئة متضامنين في تضامن كبير جدا في منظومة كبيرة من المشاريع لتطوير البنية التحتية السياحية والوجهات الجديدة في شمال وجنوب جدة وعملية الربط. ولكن أيضاً جدة تتمتع بميزات إضافية بلا شك، من أهمها أهل جدة أنفسهم، يعني مهنيتهم وحبهم للعمل وكثافة الجيل الشباب الموجود في هذه المنطقة بالتحديد، والربط الموجود بين جدة وقربها من وجهات سياحية كبيرة. أيضاً هي مقبلة على نمو سياحة كبير من ضمنها الطائف. الطائف هناك مشروع متكامل
حقيقة رفع للمقام خالد بن حرمين الشريفين يحفظه الله، ووجه حفظ الله بالبدء في إعداد التفاصيل للمشروع، وبدأ حقيقة يحفظ الله في التوجيه بأجزاء كبيرة من هذه المشاريع حتى تطوير الطائف وإعادتها، اللي ممكن نذكر الطائف إلى كونها مدينة سياحية جميلة جاذبة، وإعادة تهيئتها من ناحية يعني معالجة التشويه البصري اللي حدث بشكل كبير، وتدمير بعض المواقع، لأن تعود الطائف في مشروع متكامل يشمل المطارات ويشمل الربط عن طرق جديدة للوصول الطائف، وبرنامج النقل العام، وتطوير وسط الطائف الآن الذي يشهد مشروع كبير بأكثر 120 مليون ريال، ومشاريع الطائف الجديدة ومدينة سوق عكاظ والوجهات السياحية الكبيرة في بين هدى والشفا بما لا يقل عن 90 مليار يمكن في العشر سنوات القادمة. ربط جدة وقربها من المدينة المنورة، والمدينة المنورة الآن تشهد نمو هائل حقيقة، سواء في مسارات توسعة الحرم أو مسارات توسعة المطار الجديد أو ينبع والعلا والمناطق الجاذبة في محور المدينة المنورة. نحن نعمل المدينة المنورة مع سمير المنطقة ومع الأمانة ومع الجهات المختصة هناك في منظومة مشاريع كبيرة جدا، وهي إن شاء الله الآن بالتضامن مع مشاريع البنية التحتية والربط الذي سوف يحدث بين المدينة وجدة بالنسبة للقطار السريع. ما بشك التوسعة الكبيرة خالد محمد الشريفين حفظه الله الملك عبد الرحمن العزيز في الحرم المكي الشريف وما يتزامن معها من مشاريع الإيواء الكبيرة جدا التي تقوم الهيئة الآن بالعمل مع في المستثمرين معها لتهيئتها وترتيبها، هذه كلها تجعل من جدة محور سياحي واقتصادي كبير جدا، باعتقاد أنه محور نمو كبير جدا يعني بكل المقاييس. في نفس الوقت أنا حبيت أن أركز فقط على بعض الأرقام المتعلقة بالبنية التحتية، لكن يمكن من أهم الأرقام هو تقريبا 75 مليار المخصصة الآن في خلال السنوات القادمة لتطوير المطارات. وقد عملت الهيئة عبر خطة استراتيجية وخطة تنفيذية مركزة الآن تم تحديثها بشكل كامل، ونحن نعمل الآن الواقع على مستوى خطة الثلاث سنوات القادمة باعتقادنا هي خطة الثلاث سنوات الأساسية في إحداث النقلة الكبيرة جدا في السياحة الوطنية، خاصة بعد ما صدر من الدولة منظومة قرارات متتابعة في السنوات الثنتين الماضية، أكثر من 27 قرار كبير جدا، لعل من أهمها بلا شك هو مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري اللي يشمل مشاريع بما تقارب 5 مليار ريال للمدة الثلاث سنوات القادمة. وأنا قد بادعنا فعلا بطرح بعض هذه المشاريع الجاهزة الآن والاستمرار فيها فيما يتعلق بإعادة تكوين مواقع التراث الوطني من متاحف وقرى تراثية وقصور مهمة خاصة قصور الدولة والمواقع الأثرية وعمليات التنقيب وأيضا عمليات التوعية وفتح هذه المواقع للمواطنين من خلال إيصال البنية التحتية لها مع وزارة النقل ومع الجهات الأخرى وتطوير قدرات الأدلة وإلى آخره. هذا مشروع وطني كبير جدا بمستوى عالي جدا لإعادة ربط المواطنين بوطنهم، ولذلك أيضا قضية الشباب تأتي حاضرة هنا من ناحيتين. ناحية هو حقيقة إعادة الوطن إلى قلب الشاب، الأسرة والشباب اليوم يمكن يسكنون في بلادهم كما قلت يمكن في السابق، ولكن أن يعيش المواطن في وطنه هو القضية الأساسية، أن يشعر المواطن بوطنه يتنقل بين أرجائه، هذا يشمل مفشك السياحة وأيضا التراث الوطني شبه مغيب إلى حد ما عن ذهن الشعب. لذلك يعني جدة التاريخية اليوم مثلا كمثال تشهد هذا المشروع الرائد للتطوير، مشروع كبير جدا لتطوير جدة التاريخية الحمد لله، ونرى اليوم تسابق بين الملاك الحمد لله والمستثمرين والأمانة وكل الجهات، وهذا الملف التسجيل في اليونسكو يدفع بنفسه إن شاء الله بقدرة كبيرة جدا نحو التسجيل في الصيف القادم. ولكن نحن نريد أن نحول جدة تاريخية أيضا كنموذج لجذب الشباب، ليس فقط ليعيشوا تجربة تراثية ولكن ليكون مكان التقاء، يعني مكان التقاء بجميع المستويات المميزة. فلذلك مشروع الملك عبد الله مشروع رائد وكبير، قرار مجلس الوزراء الموقر أيضا الشهر الماضي لدعم الهيئة العامة للسياحة والآثار لتقوم بما لديها مهام حقيقة متعددة ومتشعبة بشكل كبير جدا، ما بشك من أهمها هو التمويل. ونحن نعمل الآن وإن شاء الله عن قريب نعلن عن برنامج تمويل كبير جدا ومتكامل للسياحة الوطنية، لأنه بدون التمويل لا يمكن أن يكون هناك يعني استثمار واستمرار.
وخاصة المملكة فيها مقومات هائلة يعني متاحة في البنية البشرية، البنية التحتية، ولكن هناك أيضا مواقع طبيعية وتراثية لا يضاهيها أي بلد في العالم العربي. يعني أنا أحب أقول هذا الكلام كشخص مسؤول، ولا كشخص يعني فقط يعني يلقي بالجمل، لكن حقيقة بلادنا فيها تنوع ثقافي وتراثي وطبيعي متزامناً مع وجود الحمد لله الثروة للاستثمار والقدرة عند القطاع الخاص أنه يستطيع أن يستثمر الآن. الشباب من أبناء القطاع الخاص والمؤسسين للقطاع الخاص في المملكة في المشاريع المعقدة والمشاريع الكبيرة، ووجود القدرة المالية وأيضاً البنية التحتية ووجود المواطن المقبل على العمل. وأنا ودي أتوقف لحظة هنا بالنسبة للشباب والمواطنين المقبلين على العمل. نحن في الهيئة العامة للسياحة والآثار نؤمن بإمكانيات الكبيرة لدى المواطنين على تقبل التحديات والعمل. وبعد أيام قليلة سوف أذهب إلى جامعة أوكسفورد لافتتاح مؤتمر الجزيرة العربية الخضراء، ويتعلق بالاستكشافات الأثرية والترابط مشاريع أثرية لإعادة استكشاف الجزيرة العربية وما يتعلق بالهجرات الإنسانية والتحولات. وكون الجزيرة العربية حقيقة كانت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مروجاً وأنهار، الآن هذا شيء علمي نراه مثلاً أمامنا، أن هذه الجزيرة العربية ولو عدت بس بعض الشيء يمكن أستفيد من كلمة ملاحظات قلتها في مؤتمر التنافسية في الرياض قبل حوالي شهر، بأنه يعني للتذكير ونحن في مؤتمر اقتصادي ولدينا مجموعة كبيرة من أيضاً الزوار، المملكة العربية السعودية كدولة أو الجزيرة العربية كمحتوى جغرافي لم تقم ولم تصبح غنية أو ثرية أو فيها ثروة بعد النفط فقط. ونتكلم أيضاً عن شخص مسؤول عن قطاع كبير جداً وقطاع التنقيب الأثري والآثار والمتاحف. نحن اليوم نستكشف طوال الأربع عقود الماضية ثروات كبيرة جداً من الحلي ومن الأواني ومن القصور ومن القطع الأثرية الثمينة جدا التي تعرض اليوم في المعارض الدولية والآخره وفي المتاحف الوطنية، أن هذه البلاد طوال الآلاف السنين الماضية كانت بلاد ثروة، وبلاد الثروة هذه تحققت فيها الثروة بحكم طرق التجارة التي كانت تتقاطع على أرضها كموقع جغرافي استراتيجي. فهذه نسبة إضافية، هذه ميزة إضافية تنافسية هائلة بالنسبة للعربية السعودية التي لا يمكن أن ينافسها فيها أحد. وهذه الميزة التنافسية وموقعها الجغرافي بلا شك الذي توجه الإسلام العظيم وخروج الإسلام من هذا البلد العظيم حقيقة بما شك والله سبحانه وتعالى أعلم لم يكن محض صدفة، كان هناك تداول تاريخي طويل جدا وطبقات من المسارات التاريخية حتى خرج الإسلام من هذه الجزيرة العربية في عقر دار القوة الاقتصادية والسياسية والثقافية الوحيدة التي كانت قائمة في الجزيرة العربية بعد سقوط الممالك العربية المتأخرة. فلذلك مكة المكرمة كانت تقريبا تنتظر لحظة تاريخية كما أقول أن يخرج منها هذا الدين العظيم ويشع بنوره عبر العالم. فلذلك نحن اليوم الإسلام العظيم لا يمكن أن يكون نزل في موطن أو بلد مفرغ من الحضارات أو مفرغ من الثقافة أو مفرغ من الاقتصاد والتداول السياسي. هذه نقطة مهمة لأنه أيضاً طرق التجارة لم تستقر ولم تستمر في تقاطعاتها عبر الجزيرة العربية، وهي قصص هائلة حقيقة من الممالك التي قامت في التاريخ وما قبل التاريخ والحضارات التي استقرت ويعني وبنت وتركت مخلفات نستكشفها اليوم بآلاف السنين. لم تقم هذه إلا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم سكان الجزيرة العربية أهل الجزيرة العربية أنتم أحفادنا يعني أجدادنا هم الذين أمنوا طرق التجارة. واليوم كما تعرفون أنه لا يمكن لك نمو واقتصاد إلا باستقرار وأمن، وهذا يكرر نفسه اليوم في المملكة العربية السعودية الحمد لله دولتنا جميعا، أنه هذا الأمن وهذا الاستقرار في خضم هذه الأحداث الهائلة حولنا والمخاض السياسي الكبير في كثير من الدول والتوتر، أن بلادنا اليوم تحتفي بهذا المنتدى الكبير لأنه أيضاً هو ابن الجزيرة العربية تكتل مع بعض البعض وتحت قيادات رشيدة وقيادات تؤمن بالمستقبل.
وحقق الأمن وحقق الاستقرار وحقق الرؤية حتى تظهر المملكة السعودية اليوم كعنصر اقتصادي كبير على المستوى العالمي. فلذلك الأمور كلها مترابطة، ولذلك اهتمامنا بجانب التراث والتاريخ هو ليس جانب فقط من باب الحنين إلى الماضي، هو من جانب تأكيد أهمية الماضي والتاريخ في بناء أجيال المستقبل. ومن هذه الناحية أيضاً نحن في الهيئة العامة للسياحة والآثار نؤمن بالتطوير المنظم والمركز، ونحن ننفذ الآن وعبر السنين الماضية حزم من العمليات التنظيم، كثير منها غير مرئي ولكنها كانت بحاجة أن تنظم في قطاع السياحة الوطنية. فالخطة الوطنية التي أقرت من الدولة في سنة 2005 والخطة التنفيذية نفذ منها أجزاء كبيرة جداً، لكن باعتقادي مع صدور القرارات الأخيرة أن إن شاء الله خلال الثلاث سنوات القادمة سوف نكون جاهزين ومؤهلين للمكانة التي تستحق المملكة في مجال السياحة الوطنية. ونمو السياحة وتوفير البنية التحتية والمواقع السياحية والوجهات الجديدة على غرار مشروع تطوير العقير الذي الآن لأول مرة للقطاع الخاص يدخل مستثمراً فيه بتقريباً 1 مليار ريال مع مجموعة من مؤسسات الدولة والصناديق. هذه مهمة جداً أن يستقر المواطن في وطنه. استقرار المواطن أن نحد من هذا التسرب الكبير المالي، وهذه توجيهات سيدي خالد الشريفين حفظه الله شخصياً، يعني لي أنا شخصياً كمسؤول في هذا القطاع ومرجعي هو مقام الكريم كرئيس مجلس الوزراء، أنه نحد من التسرب المالي وأن نبقى المواطن حتى يتمتع في بلده ويعيش بلده ويكون ذكريات، كما يتذكر الشيخ صالح وكثير من الناس موجودين ذكريات في وطنه ومع أطفاله، حتى يستقر أيضاً نفسياً في وطنه. هذا مهم جداً بالنسبة للأمن في أي دولة وبالنسبة للنظرة الاقتصادية حتى الاستثمار المستقبلي. نحن قمنا بعمليات كبيرة جداً حقيقة، ونعتز ليس فقط بأبناء وبنات الهيئة اللي يعملون فيها بصمت وهدوء، ولكن بشركائنا أيضاً جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وأبناء وأهالي المناطق التي نعمل فيها. نحن قمنا بعملية تطوير جذري وشامل كان آخرها صدور نظام السياحة العام، وإن شاء الله قريباً جداً بعد أن وافق مجلس الوزراء الموقر على نظام السياحة والآثار والتراث العمراني الوطني. بهذا تقريباً تكون اكتملت جميع منظومة الأنظمة وعددها كبير جداً التي تنظم مسارات علاقات المستثمرين مع الدولة وقطاعات الدولة. حقيقةً مثل ما قال معالي وزير التجارة يوم أمس وهو شريك أساسي بالنسبة لنا، الدولة ومسؤولين في الحكومة السعودية التوجيهات لدينا والرؤية لدى القيادة والتي متكاتف عليها جميع أجهزة الدولة، وإن شذ عن ذلك فهو يعني يشذ مغرداً خارج السر، هو التضامن الكامل مع القطاع الخاص ومع المستهلك والمستثمر. إذا لم ينجح المستثمر سوف يتضرر المستهلك، وإذا لم يخدم المستهلك سوف يتضرر المستثمر، والدولة حقيقة تقف في الوسط في تضامن، وليس فقط كجهات رقابية ولكن في تضامن وفي تعاون مع القطاع الخاص وفي تحليل لكل القضايا بالتضامن مع القطاع الخاص حتى يخدم القطاع الخاص ويستفيد المستهلك. والهيئة بلا شك يعني تقوم على قطاع استهلاكي كبير، يعني بالنسبة للسياحة الوطنية بعد نقل كثير من القطاعات من وزارات أخرى للهيئة في تنظيم الهيئة اللي صدر في 2009، وأيضاً لحق ذلك قطاعات أخرى تباعاً صارت الدولة تكلف فيها الهيئة لأن تنظمها وتطلقها كقطاعات منتجة. بلا شك يعني قطاع الحرف والصناعات التقليدية، وإن استهان الإنسان بهذا المسمى لكن نحن نظرتنا الآن في الخطة التي أقرتها الدولة والبرنامج الجديد اللي انطلق الآن هو لجعل هذا القطاع مسار اقتصادي أصيل لتطوير فرص عمل كبيرة جداً وفرص استثمار كبيرة جداً، وجعله قطاع اقتصادي واقف وقائم وليس فقط قطاع أسر منتجة وقطاع يعتبر صف ثاني. ونحن نعمل الآن، ويسعدنا في أي منتدى قادم أن يقدم هذا القطاع الجديد نفسه حقيقة بشكل كبير. قطاع المعارض والمؤتمرات كما تعرفون أيضاً تسلمت الهيئة بعد أن قدمت مع تضامناً مع وزارة التجارة خطة متكاملة لجعل هذا القطاع لاعب رئيس في الاقتصاد الوطني، ونحن الآن نعمل حسب البرنامج، بل بالعكس سبقنا الجدول الزمني، ونحن الآن سوف ندخل في مجال مع القطاع الخاص في إنشاء
مدن المعارض والمؤتمرات، لأن لا يعقل منكر السعودية ألا تكون الدولة الأولى الجاذبة في مجال المعارض والمؤتمرات، وهي الدولة الأولى حقيقة المستهلكة في مجال المعارض، والدولة المؤهلة أكثر لأنها تقوم بتنظيم المؤتمرات. ونحن الآن عندنا خطتنا التي وافقت عليها الدولة تشمل منظومة كبيرة من المدن المعارض والمؤتمرات بجميع أحجامها يعني وبجميع تنوعها، حتى في المدن السياحية الجديدة مثل العقير والمدن السياحية الجديدة، الوجهات التي الآن نعمل مع أجهزة الدولة إن شاء الله أن تقوم في البحر الأحمر وأيضا في الطائف ومناطق مثل العلا وفي جنوب المملكة. فلذلك كما يعني ترون نحن نعمل كخلية في هيئة أمن السياحة الأثار حاليا كما أتكلم، ونحن مرينا بالمرحلة الثالثة من إعادة الهيكلة. الأسبوع القادم سوف ننجز المرحلة الكاملة للهيكلة الجديدة التي تركز عمل هيئة السياحة والأثار على مسارين واضحين، مسار تطوير السياحة والاستثمار ومسار تطوير التراث الوطني، مسارين متضامنة ومتزامنة مخدومة ومؤهلة. قرارات التي صدرت من الدولة تطوير السياحة الوطنية يشمل إنشاء شركة أو شيء إنشاء الشركة الوطنية للاستثمار والتنمية السياحية التي إن شاء الله قريباً نعلن عنها مع صندوق الاستثمارات العامة، التي سوف تدخل في تطوير البنية التحتية وتهيئة المواقع لدخول المستثمرين في الشكل الذي يحتاج المستثمرين يدخلون فيه، خاصة في الوجهات السياحية الكبرى. شركة الفنادق والضيافة التراثية التي أقرتها الدولة، وقريباً إن شاء الله نشهد الجولة لتقديم الشركة للمستثمرين، ونرى الآن حقيقة إقبال كبير جداً للمهتمين بهذه الشركة أنها تبدأ في العمل في مجال الفنادق التراثية والخدمات الضيافة في المواقع التراثية وتشغيل القرى التراثية الأخيرة. هذه الشركة أيضاً تأسسها الدولة الآن صندوق الاستثمارات العامة تحت العمل والعمل مع الهيئة طبعاً ومع القطاع الخاص كشركة. وأيضاً الدولة وجهت في تنظيم الأخير ما صدمت الوزراء بإنشاء شركات الاستثمار السياحي في المناطق التي تساهم فيها الدولة، وهذه نقطة مهمة جداً أن دخول الدولة كمستثمر وكشريك مع القطاع الخاص يعزز قوة القطاع الخاص وثقته في هذا القطاع الجديد. أيضاً الدولة التزمت في التنظيم الجديد بإيصال البنية التحتية للمناطق السياحية. حقيقة نحن نعمل بتضامن كبير جداً وتناغم ممتاز مع وزارات النقل والهيئة الترى المدني والجهات الشؤون البلدية والقروية في عشرات المواقع التي الآن يتم طرح البنية التحتية فيها في مشاريع كبيرة جداً، آخرها كان فرسان بتقريباً حوالي 500 مليون ريال، وفرسان سوف تشهد مشروع تطويري كامل حقيقة بعد أن تم تسليم موقع المطال الطرى المدني وزارة الدفاع وعدد من المحاور الأساسية مع المحافظة حقيقة كما وجهت الدولة على بيئتها وتكوينها الطبيعي. ولكن هذا واحد من عشرات المواقع التي الآن أقبلت عليها البنية التحتية والاستثمار. هذه كلها تحتاج إلى خدمات. الهيئة قامت خلال السنوات الماضية بتطوير شامل وجذري، بعض منكم والكثير من المستثمرين بقطاعات الفنادق من ضمن هذا المكان، لعمليات تصنيف الفنادق وتطوير عمليات الفنادق وإدخال المواطن السعوديين من حيث من الإقبال الكبير وخاصة الشباب على العمل في قطاعة الإيواء. فقطاع الإيواء الوطني الآن يشهد عمليات منظمة جداً، والحمد لله يعني هذا العام ينال قطاع الإيواء الوطني جائزة كبرى في أحد المؤتمرات السياحية في الإمارات إن شاء الله قريباً، من حيث عملية منهجية تطوير هذا القطاع متزامن مع تطوير فرص العمل للشباب. نحن عملنا الآن ونعمل على تطوير قطاعات مقدمي الخدمات. لم تكن هناك قطاعات منظمة لمقدمي الخدمات، أصبحت اليوم مرخصة بالكامل. شركات السفر والسياحة، شركات الأدلاء السياحيين، شركات التي تعمل في مجال إيواء الشقق السياحية المفروشة والخدمات السياحية، شركات النقل إلى آخره. ومن ذلك سوف تقوم الهيئة وبدأت حقيقة في برنامج تجريبي، ولكن كمستثمرين يهمكم هذه النقطة، الهيئة سوف تقوم ببرنامج حقيقة لأول مرة ينفذ المملكة العربية السعودية، وهو برنامج إندكشن، تأهيل المستثمرين. يعني الذي يريد أن يستثمر إذا أراد ترخيص أو تمويل أو أي نوع من أنواع التفعيل للاستثمار أو الربط أو حتى أن يشترك في أحد الجمعيات السياحية المهنية التي نتوقع صدور إن شاء الله تنظيمها قريباً جداً كجزء من عمليات الأسوسيشنز، أنه لن يستطيع أن يأخذ هذه أي شيء من هذه الأشياء إلا أن يمر بعملية تأهيل. وأعتقد أن هذا جديد على الاقتصاد الوطني
وتأهيل المستثمرين بشكل متكامل. احنا بدينا في تأهيل أصحاب الشقق المفروشة وجدنا تجاوب كبير جدا وفائدة كبيرة جدا للجميع، وخاصة نحن في هذه السياحة. وأيضا احنا بدأنا الآن في تأهيل أصحاب المتاحف الخاصة، هذا قطاع جديد قادم إن شاء الله، ولكن نحن الآن نعمل مع منظمة السياحة العالمية لتطوير برنامج متكامل نعلن عنه إن شاء الله خلال الشهر الجاي لتأهيل 10 قطاعات من قطاعات المستثمرين بكل أنواعهم بكل أحجام الاستثمار. ونتحدث مع بعض المستثمرين الكبار في قطاعات الفنادق، في قطاعات مراكز الترفيه، ووجدت تجاوب كبير. يعني حتى لو كان المستثمر يقول أنا عندي خبرة ما أحتاج التأهيل، نقول الله يجزاك خير، جيب الخبرة جزء من الوركشوب تبع التأهيل حتى يستفيد المستثمرين الصغار، وهذا كان عصر جذب يعني حقيقة. طبعا الهيئة أيضا عملت في مجالات طويلة كثير، طبعا صدر قرار مهم مجلس الوزراء الموقر الشهر قبل الماضي أعتقد أو قبل فترة قصيرة لموضوع استراحات الطرق، ونحن ننظر لاستراحات الطرق أنها ليست فقط لتعبية الوقود وكذا، ننظر لها أن محور سياحي أساسي، أننا نعيد الحياة للانتقال المواطنين بالسيارات مع أسرهم كما يحدث في أي مكان العالم، وكثير منكم يذهب لبلدان العالم ويتمتع بالمواقع السياحية والتراثية، يستهلك المنتجات المحلية ويتذوق طعم بلاده يعني أول مرة ولا يمر عليها مرة البرق. فلذلك يعني هذا مشروع متكامل رفعت فيه الهيئة بالتضامن مع وزارة الشؤون القروية إلى آخره. ولكن أود أن أبشركم بشرتين يعني متزامنتين. واحد، أن الهيئة عامة السياحة والآثار عندما رأينا أن هذا المسار سوف يطول بعض الشيء في عملية إقرار هذا الموضوع وتداخل الموضوع بين الوزارات المختلفة، قررنا على مستوى مجلس إدارة الهيئة اللي يتكون من منظومة وزارات من ضمن وزارة البلدية والقروية أن نستعجل هذا المسار بالبدء بمنطقة، وكانت منطقة الرياض. أستاذنا سمو سيدي ولي العهد كان أمير الرياض في ذلك الوقت بأن تقوم أمانة الرياض والمنطقة بالعمل معنا ومع شركة وطنية هي شركة ساسكو، وشركة ساسكو ما في شك كسبت سمعة يعني غير طيبة طوال السنين، وأنا أتمنى منكم أن تنظروا مجددا لشركة ساسكو الجديدة. وقمنا بتحدي الأمر الواقع، وفعلا صدر أمر من سمو الكريم بإعطاء 2 سنين لمرحلة إغلاق جميع المحطات الفردية يعني التي لا تمثل هذا القطاع، وبدأت شركة ساسكو بالعمل معنا على عملية البراندينج وإعادة البزنس موديل تبعها بالكامل وتشكيل مجلس إدارتها الجديد، وضخينا مع شركة ساسكو، وأتمنى أن شركة ساسكو تقدم يوم الأيام عرض كامل لهذا المسار. الآن شركة ساسكو استثمرت أكثر من 500 مليون في استراحات الطرق الجديدة. استراحات الطرق الجديدة بدأت الواقع منذ 3 سنوات، واللي منكم يريد أن يزور جزء منها وبعض منها يتصل بالشركة ويدخل موقعها. هذه شركة احتضناها وضخنا فيها فكر جديد وتعاملنا مع بعض طبعا واستفدنا من قدرات اللي فيها، واليوم هذا المشروع حقيقة بدأ. أيضا المسار الثاني المهم هو أن وزارة الشؤون القروية بالعمل معنا وحسب التنظيم الصدر مجلس الوزراء فعلا بدأت في برنامج منظم لإغلاق المحطات الفاسدة والأشياء اللي فيها يعني فساد المواد والأخير وكذا، وطرح المحطات الجديدة لتطويرها بالكامل حسب النظام مع فقط الشركات والمنشآت التجارية المؤهلة. ولذلك يعني هذا الموضوع نحن نعرف أنه طال أمده يعني، ولكن أحياناً الأمور للأسف تأخذ هذا المسار. وكان في هناك حرص كبير جدا من الدولة، سمو الأمير نايف رحمه الله كوزير الداخلية ومشكنا ولي عهد في وقت، وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة كان بحزم كبير جدا يدفع بهذا الموضوع. مجلس الوزراء الموقر دفع فيه دفعة قوية جدا بتشكيل لجنة برئاسة سمو الأمير نايف. الآن هذا الموضوع يعتبر إن شاء الله محسوم، والمواطن هو المراقب الأول. طبعا أنا ما ودي أن أتوسع في يعني كثير من لكن الموضوع الفعاليات السياحية والناس تشتكي من تكرار المهرجانات وكذا. قطاع الفعاليات كان قطاع حقيقة ضعيف وقطاع مستورد أسميه أنا. الآن هذا القطاع يشهد نمو كبير جدا، أكثر من 180 فعالية منظمة ومرخصة تستثمر فيها الدولة، ولكن نتوقع أيضا إنشاء شركات جديدة الآن للفعاليات. الوقت اللي أخذ هو أن المواطنين السعوديين الآن الرجال والنساء والمجموعات التجارية أصبحت تؤسس شركات منظمة للفعاليات، لذلك نحن المحتوى الفعاليات في القرى التراثية أو في المدن كان غير موجود، ونحن نرى الآن نمو كبير في هذا الجانب. هذه قطاعات اقتصادية كبيرة جدا وتحتاج بنية
من تحت الأعلى، يعني نحن اشتغلنا على مسارات الموارد البشرية في هذه القطاعات، المستثمرين، التمويل. فلذلك نحن كما نقول خلال الثلاث سنوات الجاية توقع إن شاء الله أن هذه القطاعات تصبح لاعب رئيس في تنوع المنتج بالنسبة للكهرباء السعودية. مثل ما قلت نحن نستثمر بشكل كبير جدا في الموارد البشرية الوطنية، وهذا العام سوف نعلن عن تطوير شامل لبرنامج تكامل في الهيئة من حيث تطوير توسيع كامل البرنامج ليضخ فرص العمل. لما بشكل الآن بدأ هذا العام افتتاح كلية المهنية للسياحة متضامنة مع فندق الفور سيزنز، وهذا العام إن شاء الله على آخره يفتتح كليتين الجديدة في الطائف والمدينة المنورة، وتتتابع حوالي 7 أو 8 كليات مهنية يتعلم فيها الشباب قدرات الخدمات الفندقية بشكل مهني مع أحسن فنادق. وهذا الضخ في استمرار، ولكن هذا يحتاج الوقت إن شاء الله. دخول الآن نعود لموضوع الشباب. ما في شك دخول الشباب كمستثمرين بالنسبة لنا يعتبر موضوع مهم جدا، وأهمية الموضوع تكمن في أنه قدرات الشباب على استيعاب التطوير ودخول فرص العمل الجديدة من منظور مختلف تماما. نحن نراهن، وتاريخ الجزيرة العربية، يعني أنا اليوم أتكلم لابس 20 طاقية مش طاقيتين الواقع، والهيئة تدير أكثر من 22 قطاع متزامنة في نفس الوقت، وكل الحمد لله يعني تدار بنوع من السينرجي. كلمة السينرجي ما أدري شيء بالعربي، لكن المهم أنا من الناس الذي يقرأ التاريخ ويقرأ إنجازات التاريخ، أقول أنه ابن وبنت هذه الجزيرة العربية أثبت قدرات هائلة على التميز والتفوق طوال التاريخ، ونحن نرى أمامنا اليوم هذه القدرات وهي تخرج من باطن هذه الأرض مجدداً وتجدد نفسها. يعني تأمين كما قلت طرق التجارة في وقت ما كان معجزة بالنسبة للاقتصاد، والجزيرة العربية كانت تعتبر جزء من اقتصاد يمكن من أكبر اقتصادات العالم القديم، سماها بعض الرحالة أنها نيويورك العصر القديم في وقت من الأوقات. ولكن أيضا في الفترات الزمنية اللاحقة، فترة صدر الإسلام وأيضا فترة هذه الدولة، الدولة السعودية في بدايتها ما يقرب من 300 عام كانت جغرافيا أكبر من المملكة العربية السعودية في هذا الوقت، وكانت مؤمنة فيها طرق الحج وطرق التجارة وبدأ فيها النمو. ولذلك أيضا الدولة السعودية الحاضرة الذي يعني قام بتأسيسها المؤسس وأجدادكم وأبائكم، لم يقم مفردا ولم يقل يوما أن يقمت مفردا، ساهم فيها أبناء وبنات رجال ونساء الجزيرة العربية. لا يمكن أننا نعزل المرأة عن دورها في ما في شك في صدر الإسلام وفي تاريخ الجزيرة العربية، ولكن أساساً أيضاً في تمكين وتأسيس هذا الكيان الوطني الكبير الحمد لله المستقر. ولذلك عندما يعني سيد خادم الشريفين حفظه الله ينظر إلى أمور في وقت من الأوقات عندما طرحها كمساحة ونافذة جديدة مثل الحوار الوطني أو حوار الأديان أو حوار الحضارات، هو في الواقع يؤكد الدور الأصيل للجزيرة العربية وأبناء الجزيرة العربية وقيادات الجزيرة العربية، دور أصيل ودور تاريخي، ويعيد هذا الدور إلى مكانه الصحيح كما فعل المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله في فتح حوار. كان هناك حوار وطني يمكن كثير ما قرأ عنه، لكن أم القرى حطت كثير عن الحوار الذي تم في الرياض بين الملك عبد العزيز في فترة تاريخية كانت حساسة جدا، وبعض فئات المجتمع والمشايخ جزاهم الله خير في عملية فتح باب هذا الحوار وهذه النافذة. ولكن نحن نرى سواء في العام السياحة والآثار من خلال المسارات التي نعمل فيها ليس فقط إقبال فئات الشباب على العمل، ولكن إبداعهم فيه. البارح كنت أنا في فندق الهيلتون أتجول في وقت الخروج، وبالصدفة أنا طبعاً كنت متأخر على تحضير بعض الورق وكذا، فاعتذرت عن المسؤولين من المنطقة من الأخ صالح عن العشاء. الشيخ صالح وعد يما بعشاء بيته أو كاش، قلت له الكاش أحسن عشان نعطيه المعوقين يعني.
وهو رجل نبيل ويقدم الكثير حقيقة، لا يحتاج أقول له، ومعلم لنا جميعا حقيقة. وجدت أحد الأخوات وأحد الإخوان الذين يعملون في الفندق، وأنا أود أن أقول كلمة يعني لا بد أن تحسب علي، أقولها بصدق، والله أنني لا يسعدني شيء أكثر من عندما وأنا أتجول بالطائرة، بالسيارة، على يعني رجلي، أدخل قرى، أصعد جبال أسبوعياً بأشياء غير معلن طبعاً، وأدخل بيوت الناس وأتكلم معهم، أن لا يسعدني أكثر عندما أرى الشباب وهم يعملون بهذه الروح الوطنية العالية وهذا الحماس المنطلق من مبشر حبهم لوطنهم وحبهم للعمل والإنجاز. هذا هو مواطن الجزيرة العربية الذي راهن عليه المؤسس، وثبت هذا الرهان بأنه هذه الدولة تكونت وتماسكت وانطلقت كدولة حديثة، وراهن عليه قيادات هذه البلاد، وبلا شك يراهن عليه كل يوم مقام خادم الشهيد الملك عبد الله بن عبد العزيز ولي عهد الأمين، لأنه هناك قدرات كامنة لدى المواطنين السعوديين بشتى فئاتهم. أنا زرت في الأسبوع الماضي معرض الفن الحديث في جدة، والحركة الفنية الوطنية تشهد إقبال عالمي عليها وليست إقبال فقط محلي. إن رأيت في مجالات الرياضة، ولا أبغى أدخل موضوع المنتخب وموضوع الأندية الكورة لو سمحتوا لي، هذا أتركها لأنه تخرب علينا الاجتماع اليوم كله يعني بالتداول، وأنا ما أشجع أي فريق، أنا أشجع فقط المنتخب إلا الفريق اللي شجعه بنت الصغيرة. قالت لي من تشجع؟ قلت لي من تشجع؟ قالت الفريق الفلاني. قلت أنا أشجع معك، اللي تشجع أنا أشجعه بس. ولكن في نفس الوقت التميز والقدرة على العمل والمهنية، ونحن حقيقة شبعنا من هذا التردد والهجوم على المواطن السعودي أنه ليس قابل للعمل وأنه كسلان، هذا غير صحيح. المواطن الكسلان ما يبني دولة مثل هذه الدولة، والمواطن الكسلان لا يؤمن حدود دولة مثل هذه الدولة، والمواطن الكسلان لا يبني اقتصاد مثل هذا الاقتصاد، والمواطن الكسلان لا اليوم ينافس على فرص العمل وينافس الدول الأخرى التي كنا نستورد منها الأطباء والمهندسين وجميع الفئات. دول مميزة بنت معنا بلادنا ونعتز بشراكتنا معهم. اليوم المواطن السعودي أصبح يصدر كطبيب وكمهندس وكطيار وبجميع المهن، وكمستثمر أصبح مستقطب في كل مكان. هذا ما يمكن يكون مواطن كسلان أو مواطن غير قادر على البناء. بقي أن أغلق وأقول أنه هذه البلاد، وأنا حقيقة أحيانا أتكلم مع بعض الأشخاص أو أقرأ بعض ما يتداول، وأعتقد في كثير منا لا يعرف حجم هذه البلاد من جميع الأبعاد. بعدها الديني بلا شك، هذا كلنا نعرفه وكلنا نعتز فيه، ولكن هذا البعد الديني لابد أن ننظر إليه الآن أيضا نظرة من ناحية التاريخ، وهذا ما سأقوله في الأسبوع القادم إن شاء الله في بريطانيا. ولكن الربط بين الدين وبين الإسلام العظيم وقصة الإسلام وخروجه بقدر من الله سبحانه وتعالى في هذه الجزيرة العربية، واختيار هذا الموقع قبل ملايين السنين أن تبنى فيه الكعبة المشرفة ويخرج الإسلام في لحظة تاريخية زمنية حوالي 2700 سنة مرت من إعادة بناء القواعد من إبراهيم عليه السلام حتى خروج النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يشابه ذا الوقت، هي لحظة تاريخية باعتقادي لابد لها مسببات ولها عناصر فهم. كوننا دولة الإسلام ومهبط الوحي وقبلة المسلمين، هذه مسؤولية تاريخية ضخمة جدا وكبيرة جدا، ومسؤولية علينا جميعا أننا كلنا نساهم في استقرار وتأمين هذه البلاد ومستقبلها، مهما كثر الحاقدين والمستهدفين لبلادنا وكذا، هذا لو أتوا وذهبوا في مزبلة التاريخ عبر سنين أنا أذكرها وبعض منكم يذكرها وأكبر مني سنة يذكرها، أنا أسميها مزبلة التاريخ. والآن من أتى جديدا مثلهم سوف يذهب من مثلهم في مزبلة التاريخ إن شاء الله. فمسؤولية كبرى. ثانيا كاقتصاد، المملكة السعودية اليوم أحد دول العشرين، تعتبر اقتصاد كبير جدا، واقتصاد باعتقادي من منظور اقتصادي في عملي وما أقرأ ومن ما أقرأ من طموحات خادم الحرمين الشريفين، وأذكر الجميع
لما قاله خالد محمد الشيباني حفظه الله، قال: ما ترونه اليوم من ما يقوم في المملكة العربية السعودية من حراك اقتصادي ومشاريع تنموية وأشياء كثيرة، يقول أعتقد العام الماضي أنه ليس إلا أما أنه قال بداية حفظه الله، أو لا يعبر إلا عن بعض الشيء الذي أراه أمامي آتي وقادم إن شاء الله لهذه البلاد. لذلك نحن نشهد بداية العصر الاقتصادي الذهبي للمملكة السعودية. وخالد محمد الشيباني حفظه الله عبد الله وضع أسس أساسية لانطلاق هذا الاقتصاد بشكل الآن يحتاجه التنظيم، وضخ كفاءات شبابية جديدة في القطاعات الحكومية والقيادات الحكومية، لأن تشهد هذه البلاد عصر ما أقول ذهبي، نحن أعلى من عصر الذهبي، عصر هائل حقيقة بالنسبة للاقتصاد الوطني، ودخول المواطنين الآن كعنصر أساسي في عمود فقري لهذا الاقتصاد إن شاء الله. والناحية الأخرى أيضاً ما تقول المملكة السعودية من حراك سياسي على مستوى العالم، هذا ظاهر للعيان وواضح. المملكة السعودية اليوم حاضرة في كل قضايا، ما في شك، قضايا السلام، قضايا الحوار إلى آخره، ولكن أيضاً هي قبلة لكل من احتار به الأمر. قريباً المملكة السعودية تستقبل كبراء قادة العالم، قيادات من دول العالم الكبرى. سمو سيدي ولي العهد قام بجولة كبيرة جداً، وما سمعت من مقام الكريم يحفظ الله ومن المرافقين معه أنه كان الاستقبال لسمو الكريم، وهذا لائق وحق أفشك مكتسب، يفوق المعتاد بالنسبة لهذه الدول. بعض منا من مسؤولي الدولة يعني الصغار اللي يروحون دول نجد أمامنا استقبال كبير جدا، يقول نحن نستقبل المملكة العربية السعودية. مواطن السعودي اليوم مهما زاد التداول على المواطن السعودي وانتقادات عليه، المواطن منكم الحمد لله يذهب اليوم ويقول أنا من بلد الحرمين المملكة العربية السعودية، ويجد نفسه واقفا شامخا محترما. فلذلك يعني الاستقرار الاقتصادي متزامن دائما مع هذه الأمور، ولكن الآن أتى عنصر جديد وهو عنصر البعد الحضاري الذي أيد خالد محمد الشيباني حفظه الله هذا المشروع الكبير الكامل، ليلعب دور جديد، بعد رابع جديد يلعب دور من مكونات الشخصية الوطنية في توعية المواطنين وبرامج الضخ اللي سوف تبدأ الآن مع التعليم والإعلام إلى آخره إن شاء الله تبقى تنطلق هذا العام، والاستثمار في مواقع التراث، هذا مسار جديد جدا، وفرص العمل في مواقع التراث، والأهم إعادة المواطنين وإعادة التشكيل الاجتماعي مرة أخرى لإعادة المواطنين للعيش والعمل في مدنهم وقراهم. هذه تحدي أمامنا. الهيئة الآن سوف تقدم المجلس الاقتصادي الأعلى إن شاء الله دراسة تقوم فيها مع وزارات الاقتصاد والعمل والداخلية وطبعا بشكل هيئة ومنظمة السياحة العالمية ومنظمة العمل الدولية. هذه الدراسة شبه انتهت الآن، نحن الآن بس نراجعها مع بعض المستثمرين وكذا لتوطين فرص العمل خارج المدن. أنا واحد من الناس الذي عاش جزء من حياته في جدة طبعاً، وجدة أصبحت مدينة الآن كبيرة، الرياض أصبحت مدينة هائلة وكبيرة. وبالصدفة اليوم أقرأ مقال الكاتب دريس الدريس، كاتب مميز في جريدة الرياض، واليوم مقال في الحياة أعتقد وفي الوطن، يتكلم عن أن الرياض ضاعت من أهلها ولم يبقى منها شيء، وهذا غير صحيح. الرياض، أنا أذكر قدمت ورقة باسم الرياض المدينة الإنسانية في سنة 96 ضمن مشروع استراتيجية الرياض، سميتها الرياض الأمال والتحديات، وهي مضمونها أن تكون المدن إنسانية وأنسنة المدن. أنا يعني أقول عن ثقة، وأنا ما يعرف عني أني أقول كلام فيه لا قدر الله يعني نوع من المدح والتزلف لأي أحد، لكنه حقيقة الرياض وجدة والطائف ومدن المملكة عسير وأبها كلها مقبلة، ولي رد على المقال قريب إن شاء الله، يعني رد توضيح، مقبلة على فعلا مشاريع هائلة في تطوير أواسطها، أواسط المدن اللي تعمل فيها الهيئة، وهذه كلها محور كبير جدا لجذب الشباب وتطوير الحدائق وتطوير المرافق وتطوير المرافق السياحية واستعادة هذه المدن لتكون مدن جاذبة للسكان. ولكن التحدي هو إعادة الأسر وجمع شمل الأسر في بلدانها الأصلية. الدولة المفشك تضخ اليوم الجامعات وتضخ الكليات وتضخ المستشفيات وكل المرافق، ولكن بقاء المواطن في موطن الأصلي يحتاج الأمر الرئيسي الأول بعد مفشك المرافق والتعليم المميز
يحتاج فرصة العمل. وجدنا أن السياحة على مستوى العالم اليوم تعتبر حقيقة هي القطاع الموطن لفرص العمل على المستوى المحلي، على المستوى العالمي. هذا السياحة إن لم يكن هناك مورد مثلاً، يعني شيء معين للقرية أو فيها مبيعات معينة، لكن ربط بين الريف والمنتجات الريفية والمنتجعات الريفية التي الآن الهيئة أطلقت حوالي 12 منها الآن ضمن برنامج التمويل مع صندوق التنمية الزراعية، كل هذه متضامنة مع المرافق التراثية التي يمولها صندوق أو بنك التسليف الآن مع الهيئة، تكون منظومة متكاملة لصناعات اقتصادية جديدة تقوم في المناطق المحلية حتى يعود المواطن إلى وطنه. أنا حقيقة أود أن أشكر كثير لكم استماعكم ولو أني أطلت بعض الشيء، ولكن لو أتيح المجال ما تقوم بالهيئة اليوم شيء كثير، لكن موقع الهيئة scta.gov.sa أعتقد أنه اليوم في كثير من محاولة إضافية وفي إحصائيات. موقع مركز ماس mas.gov.sa أيضا مركز معلومات وبحث السياحية في إحصائيات وأرقام كثيرة لا أريد أن أدخل فيها اليوم، وأيضا موقع برنامج الحرف والصناعات التقليدية، برنامج الوطني للحرف والصناعات التقليدية بارع، وبرنامج المعارض والمؤتمرات هذا أيضا موقع المخصص له، مركز التراث العمراني الوطني أيضا له مواقع مخصص، كلها لينكس موجودة. نحن حاضرين طبعا في مواقع التواصل الاجتماعي. أنا سعدت بما قال معالي وزير التجارة يوم أمس على عمليات السجل التجاري والتراخيص. هيئة السياحة أيضا الحمد لله بتوجيهات من حقيقة كانت توجيهات مؤكدة سنة 2004 من خلال معرض الشريفين، أن هيئة السياحة تسابق الزمن في تأسيس هيئة إدارية مميزة، وهي كانت الهيئة البيئة الإدارية رقم واحد في المملكة، اختيرت رقم واحد في سنة 2012. لكن حقيقة أيضا في مجال الآي تي الهيئة اليوم يعني وإن حازت على جوائز وكذا، ولكن حقيقة اليوم تعمل بنظام متكامل على بلاتفورم كبير جدا فيما يتعلق بعمليات العمل اليومي أو عمليات البحث أو محركات البحث أو عمليات التواصل الاجتماعي أو ما يتعلق بمكتبات الصور والآخري. فأنا أتيح وأدعوكم لزيارة موقع الهيئة وقيام بجولة كاملة في موقع وفي تطوير مستمر إن شاء الله. وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً يا سمو الأمير. الرجاء فقط السماح بعشر دقائق للمداخلات والأسئلة من السادة الحضور. فقط ننوه مداخلات ومشاركات لأن سمو الأمير سيكون له مؤتمر صحفي مع الأخوة الصحفيين في المركز الإعلامي بعد قليل، ولكن هذا الجزء مخصص فقط للمداخلات من السادة الحضور، ويستطيع سمو الأمير اختيار المداخلات والإجابة عليها مباشرة. أنا الميكروفون خرب أظن. الشيخ صالح خوفني، قال لي في واحد أظن يلمح لي، كان قال لي في واحد ضيف شافه اليوم سلم عليه وخرج الميكروفون معاه، قال استحيت أقول له، فالقصة ما هي صحيح بس هو يبلغني يعني لا تنسى الميكروفون. مداخلات هنا؟ طيب تفضل. احنا نختار الناس بالصف أو بالوزن أو بالسن؟ بالوزن، في عندي مرشح. السلام عليكم. تفضل سمو الأمير. أقدم نفسي في الأول، هشام الدباغ، مستثمر في قطاع الصناعات التقليدية والحرفية اليدوية ذات الجودة العالية. سموكم خلق قطاعات مساندة لصناعة السياحة هو هدف وضعتموه في استراتيجيتكم للسياحة في المملكة. أحد هذه البرامج كما أشرتم سموكم هو البرنامج الوطني لتنمية الصناعات الحرفية واليدوية بارع، التي تعد صناعة مهمة قادت كثير من الشعوب إلى التحول من شعوب أو مجتمعات استهلاكية إلى مجتمعات منتجة وإبداعية، بل في بعضها هذه الصناعة تعتبر من أحد روافد الاقتصاد أو المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي. أحد المسؤوليات التي تقع على عاتق البرنامج أتصور هو تغيير الصورة النمطية التي ارتبطت بهذه الصناعة كصناعة للمحتاجين والأسر المنتجة. هي ليست كذلك. أرى أنه أصبح مصطلح الأسر المنتجة مصطلح مستهلك جداً، وحان الوقت أن تقوم
الهيئة العامة للسياحة والآثار الممثلة في البرنامج الوطني بتغيير هذه الصورة الذهنية، لأنها صناعة إنتاجية وإبداعية ارتقت بالصورة الذهنية لكثير من الشعوب. شكرا لسمو. شكرا. الشيخ صالح الله يجزاه خير البارح قال كلمة بليغة بليغة، أن الأنبياء جميعهم كانوا حرفيين، كان عندهم حرفة أو صنعة يعني يأكلوا منها بشرف. ما في شك البراندينج نقطة مهمة. لا بد يوضح برنامج البارع هو حقيقة مشروع وطني اقتصادي متكامل أيضا يستهدف المستثمرين من أمثالكم. نحن لا نريد أننا نختصر البرنامج في مجموعات الحرفيين، نقوم بتطوير الحرفيين. يعني احنا الآن اتفاقيتنا مع كوريا مثلا، كوريا من الدول تعتبر مميزة في الحرف الدقيقة، برنامج لرفع قدرات المعلمين الماسترز، وبيروح دفعة كبيرة الآن لكوريا. اليابان البارح اتفقنا معهم على هذا الجانب أيضا، المغرب، تونس، تركيا، لأننا نريد أيضا الحرفة الوطنية أنها ترتقي إلى مستوى دقة في أجمل ما يمكن ثم تنطلق. وهذا جزء آخر يمكن ما يعرف عنه كثير من الناس، نحن سوف ننطلق هذا العام مع مصمم أمريكي يعني متخصص أمريكي لتطوير الحرف الجديدة النيو ايج، اللي هي يعني مستوحاة من تراثنا. يعني هذا المستثمر أو هذا المطور الأمريكي متحمس بشكل قالي، ووراني سوى لي عرض كامل قبل أسبوع أو 10 أيام، قال لي شوف هذه المنتجات كلها، العطورات وبعض الألبسة وبعض المنتجات الغربية المتداولة من شركات كبيرة ما أبغى أذكرها اليوم، قال هذه كنتوا أنتوا تملكوها واستوحوها منكم، وأنتم تركتوا غيركم يستفيد ويتاجر فيها على مستوى العالم ويسميها كما يسميها، وهي ملككم هنا في الجزيرة العربية وفي الخليج. فلذلك نحن ننظر لتطوير الشركات التي تقوم بتوظيف الحرفيين يعملون يومياً ويقدمون حرفة عالية الجودة، ونساعده في عملية التصدير. أنا أقول لك شخصياً طموحي أنه خلال 3 سنوات الجاية يكون هناك حرفة مصنوعة باليد سعودية في كل بيت سعودي. هذا طموح الأول. وخلال 5 سنوات أننا نستكمل في الخليج. لكن ألا تطمح أنك تروح وأنت في نيويورك ولا في لوس أنجلوس ولا في باريس ولا مكان تدخل بيت أحد كما نرى اليوم، ونحن نعتز نرى الحرفة المغربية والحرفة المصرية، هذه دول عزيزة ونحبها ونعتز عندما نرى الحرفة المصرية. يعني أنا عندما أرى الحرفة المصرية أو المغربية أو التونسية في مكان كأني رأيت حرفة سعودية، لكن سوف ترى الحرفة السعودية جنبها إن شاء الله. فلذلك هذا لن يتم إلا بتضامن مع الجميع. أنا أيدك، ما بغيت أني أفشي هذا السر بعض الشيء، لكن إحنا الواقع نشتغل على مشروع كامل للبراندينج، على عملية المسميات والأشياء دي كلها الآن. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. المستشار حمزة عون للاستشارات. سيدي الفاضل، أنا لي سؤال وأبغى الإجابة بوضوح. الآثار الإسلامية في مكة والمدينة وباقي مدن المملكة، ما هي الرؤية الاستراتيجية لهيئة السياحة للمستقبل، وكيف ينعكس ذلك إلى كتبنا التاريخية في المدارس الابتدائية عشان نوصل لأبنائنا الأطفال ما هو تاريخنا السابق وما هو تاريخنا المستقبلي؟ يجب أن تعطيني رؤية استراتيجية وخلال كم سنة، عشان المناهج في الابتدائي لما نشرح لأبنائنا الواقع مختلف عن الشيء المكتوب. شكراً لسموكم الكريم. طبعاً محاور الملتقى هذا محدودة، لكن مدامنا موجودين في جدة وقريبين من مكة المكرمة، سؤالك ممتاز ومهم ويهمنا كلنا. نحن أعلننا حقيقة يعني موجودة قبل حوالي 4 أو 5 شهور كان أول اجتماع لبرنامج سميناه برنامج مواقع التاريخ الإسلامي، كانت تسمى المواقع الإسلامية، وهذا في حرج كبير، يعني الحرم الشريف موقع إسلامي كبير، سميناها مواقع التاريخ الإسلامي. هيئة المستشارين للبرنامج تشمل 5 من كبار المشايخ ومن هيئة كبار العلماء، وليس هناك حرج أبداً أبشرك. يعني حقيقة برنامج مواقع التاريخ الإسلامي برنامج أصيل، والآن بنعلن عن تكوينة البرنامج الجديدة،
وهو يقع تحت مشروع الملك عبد الله عناية بالتراث الحضاري الذي يقر من مجلس الوزراء الموقر، فهذا برنامج أصبح مسار الآن. نحن الآن نعمل، خلينا نقول معلومة جديدة يمكن لو هذا، مع هيئة تطوير مكة، وقريبا جدا تسمع الأخبار إن شاء الله، لإنشاء تطوير كامل لموقع غار حراء ومركز الزوار وتنظيف المنطقة بالكامل. نعمل مع هيئة تطوير وجبل ثور، نعمل مع هيئة تطوير مدينة منورة الآن على تطوير مركز الزوار في أحد وتطوير المنطقة بالكامل، ونعمل على جبل الرمات وحمايته الآن. نعمل على ووقفنا مع الأمانة ومع سمو أمير المنطقة عدد بحسب توجيه سامي كريم، في توجيه ملكي، أمر ملكي الملك حفظه الله، بالمحافظة على المواقع الإسلامية بخدمتها إلى آخره وكذا. الآن مع وزارة الدفاع لمرة أول مرة أقول هذا الشيء، بموافقة سمو سيدي ولي العهد حفظه الله وزير الدفاع، سوف نقوم اليوم، احنا البارح كان في آخر اجتماع لإنشاء أول متحف للمعارك الإسلامية في بدر إن شاء الله، وأيضا مركز الزوار لمعركة الخندق في تكييف كامل للكتب الدراسية، لأنه في نهاية الأمر أنت تشوف المواقع موجودة في الكتب الدراسية وتروح تلقى الموقع يعني في وضع آخر. سوف نبدأ الآن في عملية الطرق الهجرة الإسلامية، أن تكون مسار تعليمي ثقافي دعوي أيضا. نحن بشرك متضامنين مع جميع الـ يعني الـ كبار العلماء والمشايخ لازم خير طلبة العلم، فيعني أنا بشرك أنه هذا التوجس أنه مفشك كلنا مرنا فيه في مرحلة من المراحل، لكن الحمد لله حسمت من خلال النظرة المتوافقة بيننا جميعا، حتى التسميات يعني البراندنج اليوم لما تقول المواقع الإسلامية حقيقة ما يجوز أن تقول المواقع الإسلامية وننظمها ونطورها. فأيضا توجيهات خالد محرم الشفين حفظه الله في أمر أننا عملنا حصر كامل لجميع مواقع تاريخ الإسلام مكة والمدينة، وعملية كبيرة كانت ورفعت في عمليات تطوير التوسعة الآن الأخيرة في مكة أو في المدينة. في مكة المكرمة بتعاون مع سمو ولي المنطقة من خالد الله يجزاه خير حقيقة فتح الأبواب لنا، اشتغلنا مع المقاولين وجمعنا كل القطع الأثرية ورتبناها، والآن في عندنا حوالي 14,000 قطعة أثرية تحت التصنيف في متاحفنا. الآن متحف التاريخ الإسلامي في جدة في قصر خزام، هذا متحف أيضا تحت مشروع الملك عبد الله التراث الحضاري الجديدة، تصميم خالص تقريبا الآن وبيطرح. وأيضا متحف مكة اللي في قصور المعابد إن شاء الله قصور السقاف، هذا أيضا قريبا إن شاء الله يطرح من ضمن مشروع الملك عبد الله التراث الحضاري. واحة القرآن الكريم، هذا حلم بالنسبة لي، حلم شخصي كان من 20 سنة، الملك حفظ الله الآن وجه ببدء التصاميم وكذا في المدينة المنورة، وخصص له الأرض وخصص له الموقع، سوف يتم ربع ميزانيته في وقت قريب إن شاء الله. ونحن الآن سوف نبدأ بعملية تهيئة الأدلاء المتخصصين مع جامعة الطيبة والجامعة الإسلامية بحكم اللغات وما جامعة أم القرى. لو قلنا أننا اخترقنا وقت المؤتمر بهذا الموضوع، لازم أربطه أنا هذا في موضوع أيضا في فرص عمل للشباب بما يتعلق بخدمة هذه المواقع كأدلة، وهي أعلى قدر من الخدمة تخدم الدين الإسلامي إن شاء الله. هذا الوضوح كله حقيقة، ليس هناك عندي أي شيء قاعد أخفيه الآن أبدا، أنا أؤكد لك هذا الشيء. يعني كل أخوات عندهم سؤال لو سمحتوا، احنا نتكلم عن المرأة بعدين ما نعطيها سؤال، مشكلة هذه. لو سمحتوا يا أخوان مثل ما سويتوا الاسم أو إذا كان في ارتباط يعني. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم، ذكرى بسمعي من القسم النسائي، وشكرا أعطيتونا الفرصة. بالنسبة لهيئة السياحة، أنا الموضوع هذا يهمني، ويمكن متابعته يمكن من بدايته. أفتكر أول مرة وأنا في الثانوي حضرت على ما يبدو منتدى رياض الاقتصادي الأول، وكنت حضرتك تتكلم حول هيئة السياحة وش الخطط القادمة لها، وتقريبا متابعتها، واللي لاحظته فعلا أنه من ناحية البنية التحتية كل شيء تمام ومضبوط، وقاعد فعلا يمشي الوضع بأفضل من المتوقع. لكن اللي حاب أني أنبه له في نقطة معينة اللي هي واللي تهمني أنا شخصيا، اللي هي حكاية سياحة الشباب. في السياحة حاليا هي السياحة العائلية، بس سياحة الشباب هي ما زالت مهتمة فيها القطاع الخاص أكثر، وتكون مؤقتة
واحتكارية إلى حد ما، فهذه تسبب عقبة إلى حد ما. على الأقل أنا من سكان الرياض جاية جدة بسبب المنتدى. والشيء الثاني اللي أبغى أقوله بالنسبة للفرص السياحية، أنا بالنسبة لي أحب لما أروح منطقة أحب إني أروح إيش الحاجات المناسبات اللي فيها والأماكن المميزة اللي فيها قبل أرجع للرياض. وغالبا اللي يصير معي إنه يا من تروح عليه الفرصة يا من أعرفها بالصدفة تماما، زي ما مرة رحت المدينة واكتشفت إنه في مهرجان المدينة للزهور، مرة جيت مكة اكتشفت إنه كان افتتاح معرض التاريخ الإسلامي بالصدفة جدا من خلال تويتر وما إلى ذلك. فسؤالي هو إنه استغلال القنوات الشبابية، اليوم عندنا يوتيرن واحد من الداعمين لهذا المؤتمر سوى في واحدة من حلقات برامجه دعاية سياحية لأبو ظبي، وهذا شيء مو سيء بحد ذاته، لكن الفكرة فيها إنه هذه القنوات هي اللي أنا أتابعها مو ويب سايتس. إذا رحت الويب سايت السياح ممكن ألقى فيها هذه الحاجات، بس مو هي more approachable for me، ممكن أكثر شيء مناسب لي التطبيقات. في الحقيقة أنا عندي أفكار كثير وما أعرف إذا في إمكانية في شان معين ممكن أني أوصل أفكاري للهيئة السياحة. إذا أمرتي أعطي الورقة صغيرة بالأفكار أو الاتصالات أعطيها لك محمد العمري، أو أحد يوصل لك محمد العمري مدير مكتب الهيئة في جدة. شكرا. طبعا الدعاية لأبوظبي، إنه نحب أبوظبي ونرحب بالناس أنها تكون يعني أبوظبي والرياض وجدة كلها واحد إن شاء الله. لكن في موقع الهيئة، موقع سياحة سعودية اسمه موقع السياحة السعودية، في ضغط كثير جدا على الفعاليات والمعارض، وهو تحت التطوير المستمر طبعا، ولكن نحن زلنا مقصرين يعني. أعتقد إذا كان ما نقدر الإمكان، عشان أنا رايح عسير، عندنا مناسبة كبيرة جدا في عسير للموضوع مع سمو أمير المنطقة. تفضل أسلمكم. يمكن نأخذ سؤالين إذا أمر الشيخ صالح، أساس أن الناس أيضا المؤتمر أخذنا تطفلنا على وقت المؤتمر، سؤال وبعد سؤال من قطاع النساء يعني. بس لو يكون سؤال مختصر، سؤال مختصر على أساس أنه ما نطول شوي. السلام عليكم. سبقوك الحريم عاد ايش بيسوي. تفضلي. دكتورة هدى منصور، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة. طبعا أنا سعيدة أن حضرتك في يعني في السيشن اتكلمت على أهمية جدة، وأنها خلال 5 سنين هتكون مدينة سياحية. بس من خلال القراءات والإحصائيات الخاصة بالوزارة اكتشفت أن عدد الكليات أو الجامعات اللي بتعد شباب ممكن يشتغل في مجال السياحة يعتبر قليل جدا بالنسبة لإمكانيات المملكة. صحيح. وفي نفس الوقت عدد المشتغلين السعوديين في هذا القطاع يعتبر قليل برضو بالنسبة لإمكانيات المملكة. فهل في خطة مستقبلية يعني، وده المحور الأساسي للمنتدى، الإنماء من خلال الشباب، إن أنتوا تنموا مهارات الشباب أو إن أنتوا تساعدوا الشباب إن هم يندمجوا أكتر في قطاع السياحة في المملكة، بشكل إن يبقى معظم القطاع من السعوديين، وفي نفس الوقت معلش كلمة أخيرة البراندينج. أنا ببقى زعلانة لما بشتري سجادة أو سبحة ميدن شاينا، حتى لو السعودية كانت هتطلع منتج أغلى، بس إني أروح لبلدي ومعايا منتج سعودي من المملكة أكيد هيبقى أحسن 100 مرة من منتج مكتوب عليه ميدن شاينا. بشكل سريع الله يسلمك، هذا جزء من برنامج بارع. أكيد أنه في حماية حسب الأنظمة للمنتج المحلي الحرفي، ولكن في كل دول العالم تستطيع أن تشتري منتج رخيص أو منتج أصيل. فالحرف السعودية سوف يكون معها دمغة ريجستر، يعني هذا برنامج بارع مكتوب عليها حرفة سعودية، ولو دفعت ثمن أغلى لكنها تبي تستمر معك إن شاء الله وقت أطول، وأيضاً ذكراها تكون هي الأجمل. بالنسبة لبرنامج تكامل، برنامج تكامل هو البرنامج الرئيس بالنسبة لنا، تشترك فيه حوالي 8 أو 9 مؤسسات حكومية وصندوق الموارد البشرية. نحن بدأنا في أول دفعة من الكليات المهنية، وأيضاً جامعة الملك سعود الآن كلية السياحة والآثار، وبدأت أقسام للسياحة وأقسام للآثار في الجامعات الوطنية، ولكن معك حق وخاصة في جدة.
وأنا أقول هذا الكلام للشيخ صالح كامل، يمكن نتضامن نحن مع الغرفة التجارية وجامعة الملك عبد العزيز بالذات، أننا نبدأ الآن في تسريع تطوير مراكز التدريب والكليات التي تخرج لدفع جدة. أنا أقول جدة بتكون خلال 5 سنوات من أهم الوجهات الاقتصادية والسياحية، ولا أقول سياحية فقط. يعني أنا ودي أني أشير فقط إلى شيء قلته قبل عدة سنوات عندما سئلت، قال لي واحد في منتدى الرياض الاقتصادي في سنة 2005، قال لي ماذا تقول عن المستثمر السعودي الذي يستثمر في الخارج؟ يعني توقع أن يقول لازم يعاقب ولازم يحبس ولازم يسحب جوازه ولا شيء. يعني قلت له والله اللي لازم قال كيف تحاسبه؟ قلت اللي لازم يحاسب هو المسؤول الذي دفع بهذا المواطن أن يستثمر في خارج بلاده وليس المستثمر. ولكني قلت أنا كنت أرحب بالمستثمرين السعوديين أن يذهبون يستثمرون في دول هيئت فرصة استثمارية مثل دبي ومثل غيرها، لأنه سوف يعود بثلاثة أشياء، وهذا اليوم هو الذي تحقق. عاد المستثمر السعودي بخبرة كبيرة جدا في الاستثمار، وبعضهم أكل علقات كمان يعني فتسميها خبرة في الاستثمار في السياحة وفي المشاريع الاقتصادية المعقدة والكبيرة. عاد المستثمر السعودي برأس مال ربح وكسب إن شاء الله وكذا، وعاد المستثمر السعودي بشركاء. تعرف الآن الشركاء من الإمارات ومن الدول اللي تستثمر فيها وكلهم يأتون يستثمرون المملكة. هذه الفرصة التاريخية أمامنا، أننا نحن مهيئين أكثر من أي دولة في المنطقة. السائح اللي مركزين عليه حنا هو السائح هنا. أكبر وأهم سائح أجنبي بالنسبة لي كدولة اليوم هو السائح السعودي أجنبي. أكبر سائح أجنبي يهمني هو السائح السعودي الذي يذهب خارج بلاد اليوم، لازم استهدفه قبل غيره. فرصة وجود الحمد لله الضخ الكبير للمعتمرين ليست بالنسبة لي فرصة اقتصادية، هي فرصة أيضا روحية. أحد يجي ويدفع تذكرة ويقضي شهر في المملكة يتوق أن يعرف هذا التزامن العجيب الحمد لله بين الإسلام وتطبيق شريعة الإسلام والقيم الإسلامية وبين هذا النمو الاقتصادي الهائل وجمال هذا البلد وأهل هذه البلد. فكيف نحرم المعتمرين اليوم من أنهم يزوروا هذه البلاد، يزوروا مواقع التاريخ الإسلامي، يزوروا يستهلكوا منتجاتها، يتمتعوا بأهلها في خارج إطار عملية العملية الدينية أو بعدها؟ فلذلك يعني الفرص الهائلة الكامنة أمامنا، لسنا محتاجين نحن حقيقة في هذه المرحلة أننا نستقطب بالباب المفتوح الملايين من السياح الذين يأتون ويجتاحون بلادنا ويخرجون من الطرف الآخر. هذا بلد له خصوصية عالية جداً، واعتقادي وإن سميت خصوصية أو سميت تميز، أنا أسميها لها تميز وليست خصوصية، أنه بلد الحرمين، أنه أيضاً لابد أن مكوناته الاجتماعية ومكوناته من القيم بالنسبة لنا أعتقد أن هي القيم المضافة. لا يمكن أن نحول بلادنا شبيهة لبلاد أخرى في كل مكان يعني. ومع هذا بلادنا اليوم هي أسرع بلاد نمو، أكثر بلاد فيها يعني عملية تنموية هائلة بتريليونات الريالات اللي تتم كل يوم، فيها شباب عندهم إبداعات عظيمة جدا في كل المجالات، كل المجالات حتى مجال الكوميديا. أنا أتابع بعض الأحيان في اليوتيوب، يرسل لي بعض الأخوان من شباب جدة وغيرهم، يعني حقيقة هذا الإبداع الفني والإبداع في الإنتاج الإعلامي والإبداع في الإنتاج الصحفي والآخري وكذا، هذه كلها إبداعات تعبر عن شعب ومواطنين عندهم قدرات كامنة. الحمد لله الآن فتح لها هذه الأبواب الكبيرة أنها تخرج وتكون جزء من هذا النسيج الذي يجعل هذه البلاد جميلة جدا ومرحبة إن شاء الله. أنا أشكركم لو سمحتوا لي اليوم على أساس بس الأخوان يأشروا لي على حضوركم اليوم. أتمنى لو إذا رغبتوا أما نرتب لقاء عبر الاتصال المرئي أو الأسئلة تأتينا ونرد عليها كلها باحترام، ومعها كمان كتيب ولا معها هدية من الهيئة، ويسعدني ذلك إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا يا صاحب السمو لأنك شاركتنا هموم السياحة وإنجازاتها وطموحاتها. أرجو منك الآن يا سمو الأمير التكرم بقبول هدية تذكارية من إدارة المنتدى، يسلمها أمين عام الغرفة التجارية والصناعية بجدة السيد عدنان مندور.
فقط هناك مداخلة من رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بجدة الشيخ صالح كامل. رجاء فتح الميكروفون للشيخ صالح كامل. سمو الأمير، باسم إخواني جميعاً أعبر لك عن جزيل الشكر والامتنان، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يحصنك بالمعوذتين. ما شاء الله عليك، لم تنظر في الورق المعد إليك واسترسلت، وهذا نابع من اهتمامك بما أوكل إليك من عمل، فجزاك الله خير. وأعلق على بعض النقاط التي مرت في حديث سموك وأسرة الإخوان. موضوع حماية الصناعة المحلية، هذا الموضوع اهتمت به الغرفة التجارية في جدة والغرفة التجارية في مكة والغرفة التجارية في المدينة، ونحن نبحث الآن. صنع في مكة وصنع في المدينة، وأوكلت دراسات استشارية لبعض الشركات، وإن شاء الله موضوعين في طريقهم إلى التنفيذ. السيدة الكريمة اللي تحدثت عن يعني استغلال السعوديين أكثر في مجال السياحة، أنا أقول إنه السياحة هي أكبر صناعة كثيفة العمالة، أكثر من الصناعة وأكثر من الزراعة وأكثر من التجارة، ولهذا الغرفة التجارية في جدة اهتمت بهذا الموضوع وأنشأت أكاديمية. أنشأنا أكاديمية للبنات تدرس أشياء متعلقة بالسياحة، كنا نتوقع ألا يكون عليها إقبال. الآن الحجز أكثر من استيعابنا لمدة سنتين، فهذا يدلل برضو على طموح الشابات والشباب السعوديين، وإنه إذا وجدوا من يأخذ بيدهم هم من أحسن من يوجد للعمل. أيضاً هناك كلية للسياحة أهلية في جدة بالتعاون مع الغرفة للشباب، وخريجينها مطلوبين قبل التخرج. فالحمد لله يعني الغرفة وضعت أشياء كثيرة، ونأمل إنه كثير من المقترحات إلا سموك طرحتها الآن أو اللي بتعملوا عليها أن يتم التعاون فيها مع غرفة جدة من خلال مركز الإنماء والتشغيل إلا أنشأناه في جدة، وإلا بكرة عندي جلسة ربع ساعة أشرح عن هذا المكان. أعتقد إن شاء الله أنه نستطيع أن نكون عون لكم في كل ما تؤمنون فيه. أكرر شكري باسم جميع الحاضرين على هذه الجلسة الممتعة، جزاك الله خير. شكرا للشيخ صالح كامل، والآن يتسلم سمو الأمير هذه الدرع التذكارية من السيد عدنان مندور. كما أشرنا سابقا، فهناك مؤتمر صحفي مخصص لصحفيين والإعلاميين في المركز الإعلامي مع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز. شكرا يا سمو الأمير.